بنغطس هاي القطعة وهي القطعة مغطسة بالذهب، تلاتة ملبسة بالذهب وهذا لون النحاس. هاي الصناعة بلشت مع مطلع القرن السابع عشر عندما اجوا أهلنا لهون على المنطقة، وكانوا كلهم صناعيين يشتغلوا يعملوا الأزاميل للبناء، يعملوا الفؤوس ليشطفوا فيها الحطب، يعملوا أدوات السكك تبع الفلاحة. كانت هذا شوي صار يصير في حروب وقصص.